اهلا وسهلا اهلا وسهلا وكلهم الشباب عم بيقولوا لحي وانا بس يكون موجود رفيق بقول له بقولها هالنكته بيقول لي ايه قوليها قوليها. شوفوا هيدي حقيقه هي منا نكته ولكن بس يكبر انسان بامريكا بيزيدوا له شوي بمعاشه بيزيدوا له هيك بيزيدوا له هيك. وجا واحد مهضوم كثير ما فيني لكم انا بعرفه كونغرسمان بس مهضوم واكثر النكات ياخذها مني انا، نحن عندنا ابو العبد وام العبد وهيك وياخذ هالنكات ويجي يسهر عندنا بس يعرف انه انا سهران عند بندر يشرف يجي وياخذ هالنكات ويركبون ويعملهم. قال لهم بدي زد لكم معاشكم انت وانت وانت، كانوا شاطرين وراحوا على الحرب وهيك وهيك. بس ليكو معي شريط هيك حبل بدي شوف نقطتين عندك اطول شيء من هيل المحروس. قام واحد ايدي طوال قال له مرقون من ايدي لراس المحروس $62,000 دفع. اجا واحد طويل قال له من راسي لراس المحروس $82,000. اجا واحد قال له ليك من راس المحروس لراس اللي بنعمل عجه فيهم. قال له ليه ما بيطلع لك دولار؟ الدولار ما بيطلع لك شو عم تعمل؟ قال له يا خيي انت هلا بلش حط الخيط. قال له وين النها؟ حركني اياها. ليه وير ار يور تستيكلز؟ وين اني؟ قال له الجنرال استحني بالفيتنام. بتضحك وبتبكي. شو عملنا؟ بهالقنابل الذريه. نام كل الليل لانه مشت الامله وراح شو اسمه ترومان يعني انسان صادق هي رئيس جمهوريه امريكا. هلا الحرب العالميه الثالثه على الباب. اللهم عجل بالدمار الشامل. انتبهوا ما بقى يكون لك سقى مش بس بنفسك لا بهيك ولا بمرتك ولا بولادك ولا بحدا ابدا. مين فوت معك على القبر؟ هني رايحين على القبر واخدين الجته ويا لطيف مدري كيف ستايل حريري ستايل وبتلاقي كلنا عم يتسيروا عن هي وعن هي وانت شو عم ما شاف صاحبتك انت ليك بتلاقيهم قاعدين بالاجتماع القمه والقمامه. تمر وحده عم تطرطق هيك بتطلعوا فيها كله. مرة قال القذافي ما حدا جامعنا إلا السقف. قالوا له بتقرا كتب مريم نور. مات وكتابه على صدره. ليش ما قتلوا لابنه؟ مليارات برا مش بأمة العرب ومنا باسمه. وقال لي شو فينا نعمل؟ قلت له أبدا ما بأمن لحدا بقى ولا ملياراتك ولا الزليارات وما بدنا إياها بس اعمل المدينة الفاضلة مطرح يقدروا يفوتوا العرب كل العرب إسلام ومسيحية. ما في امل بأمة العرب ابدا. برا عملوا المدينه الفاضله فيها من المطار وما فوق بس ما في ميل. في لجنه مجلس ثقه اذا بدك تروح تدرس تدرس وبترجع لنقدر نكون مع هالاطفال اللي عم بتموت مشوهه ومعاقه. خلينا نموتوا بسلام. ما عرفنا نعيش نعرف الموت يا حبيبي يا الياس سركيس بقلبي انا. قال لي ما عرفت عيش معك عم بعرف موت فيك تضلي معي. قلت له لا. أخذنا طيارة خاصة بسان فيريس ورحنا وتعرفتوا على ناس بيعرفوا live and leave peacefully. هودي قليل في منهم كذابين كثير. في واحد اسمه أرون ما فيني لكم شو كذاب قاعد بدبي كذابين 99.99% من جماعة أوشو كذابة وقال أنتو يضاس حتى أخوته عم بتاجروا فيه. انتبهوا منك بحاجة. الكتاب خير جليس موجود وين ما كان بكل أمة العرب مكتبات لبنان كلها حاطة أوشو. وفي كتار من رجال الدين المسيحيين المسلمين لا المسيحيين حطوا أوشو هيك بالمخفى. كانوا يقولوا إذا هالمرة حكيت نهار الجمعة الأحد ما في حدا بالكنيسة هالقد مسيحك ضعيف. جربوا يقتلوني وهون حطوا لي حرس. قال لهم المسلم مفتي صيدا. قال لهم هالمرة مسلمة أنا ما بقتلها. قالوا لهم ما كنت على ذوقه. قال لي بيي بحبك كثير وهيك حسونتي شو عملت؟ قلت له ابنك هيك بيموت. وقت بتشوفوا اشاره خبروا صاحبها
مش تحكوا لي على التلفزيونات كل هول ببرجوا بنجموا. هاي اشاره اجت لك انت عم بتسوق. واجت مره قلت له لو يحل لك ابنك بده يصحط هيك هيك بده يصير فيه. كيف عرفت هيك صار؟ تك 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 تك. مره قلت له وحده هيك رئيس بلديه صغرته هيك رح يصير فيه. ولك ما زالني قلت لك صار. انقبر اترك كل هالسياسه. ما حدا مثلك يا ابن حميد فرنجيه. بيك كان يمضي هيك. ما يسال حدا. وانت سليمان فرنجيه الصغير بيك شو عمل؟ انقتل. وجدك قتل بالكنيسه وانت رئيس جمهوريه وابنك خلص. كلكم ارجعوا الى التوحيد. الدين واحد. الدين معامله. الدين اخلاق. الرحمه وسعت كل شيء. كل ما بتشوف حدا اليوم هيدا انا هيدا انا هيدا انا هيدا نحن هيدا نحن هيدا نحن. بسببي 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 انا السائل وانا المسؤول. كل اللي عم بيصير اليوم ما كل همنا وين بتكون تشكو بس. قديه عم نتكلف على هالبرامج المنحطه كلها بكل وسائل اعلامنا تفه علينا. هيدا الزعيم هيدا مدري شو احلى جلسه هيدي ال بي سي مدري ايش صار على قدمي. كل برامجنا منحطه كلها 100% تحسين خياط. على اذا ما في مريم بنام سبعة ايام ورح تعمل حضره من عشيه على الهوا. سؤالاتكم ما بدي اياها. تليفونات منكم ما بدي. ايميل منكم ما بدي. وصدقاتكم الخمس دولارات حشوه. بتجوا بتقعدوا عندي بالبيت وبتعطيني اياهم بعطيهم للشباب. اقل شيء بتدفعوا 30 او 40 الف دولار. بتقعدوا معي شهر بتشوفوا شو بصير. بدوبلون وبتربلون. اغنى الاغنياء هو ومصرياته تحت اجري. ثلاثه من اغنى اغنياء العالم عرفوا انه في علم ابدان واديان ومنن عرب. ها شو بدي بالعرب؟ خلصنا بقى. هيدا مال القوم. انا الوحيد اللي عملتها. رجعت على امه العرب وقلت له لوليد جملاط بدي اعمل بيت المعلم قدم الارض وخليها باسمك. ليك هالكارت اللي معي انليمتد وعديلك خادم عنا. اعطاني كلب ما بتنفح فيها. الكلب اعطاني شقفه ارض. طلعت على معاد. شو عملت يا معاد؟ اخذ قد ما اخذ واقترك لي البيت. قدمته هديه الى فرح العطاء. وانو فرح العطاء؟ قلت له سكر بيت السلام حامي مع محامي احترامي للحرامي. رجع خليل ابو الشواري بحط كبير شليطة وسكر بيت السلام. يعدي ببيتي ما بستقبل حدا ابدا. هونيك سكرت ما بفتح لحدا. كذابين منافقين بلا اخلاق 99.99 جايين تياكلوا يعطوا دواء ويعملوا هيك بيستفيدوا على ظهر مريم وحراميه وكذابين. هلا الحرامي بحبه والكذاب والمنافق بس ما نكون بقلبي. خلاص كنت بالاول اقول بقلبي ما بدي لا القلب والجيب. بدكم تعملوا عمل. ما في محطة ما في تلفزيون بأمة العرب. كم ألف تلفزيون في ما بتستحوا كله هشك بشك عشك فشك. هيدا هو بدكم إياه؟ برا في محطات للشعب من الشعب إلى الشعب. ما بدفع ضريبة بدفع على قلوب. رجعت على الأمة العربية بين لبنان وسوريا وبين لبنان وسوريا. هون أخذ الحريري وهون أنت عصام فارس. شو عملت ببينه؟ بينو؟ وشو عملت هون؟ زمن العدالة؟ خلص هلأ بدك المخلص مش المخلص. نحن عم نعمل داعش. نحن عم يدعشنا بسببنا. كل واحد منكم خلوتي في راحتي وراحتي في خلوتي العزلة عن الناس. ما في مطعم في نفوت له. فوت على مكتبي مني بحاجه. الكتب كلها ها. وكل واحد منكم اذا ما بده يعمل الرساله والامانه اللي حملها بشخير الموت رح تقول يا ريت صدقنا هالمجنونه. بس موت هي كانت منيعه كثير. بسبوا بفلان وبفلان وبفلان بس برم ظهري. بسبوا فيي مثل ما بتسبي غيرك ما بتسب فيي. من سمائهم تعرفونهم قال المسيح. قل لمن تعاشر. مين عم تعاشر هلا؟ هوت دوغ والواوا؟ بشخير الموت يا هيفا وهبي رح تدفع. جيتي على بيتي تتنحطي على الجرس وانت صاحبة الجرس ولو كيف فيني انساكم؟ هيك جرس صرنا كلنا بسببنا بسببنا. اذا المجلة ما عليها هيك 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 ما حدا بيشتريها. شو عم تستفيدوا؟ حطوا الكتاب خير جليس وابعدوا عن كل هالمجالس.
في شخير الموت بتدفع الثمن. بتجيب ادويه، بدي اعمل هيك، بدي اعمل. ليش مريضه؟ انا 80 سنه ما بعرف الدواء، ومرت بسرطان بال 27. وقال لي بي انت مثل امك. اجى الكتاب. شو عم تعملي يا بريجيت؟ شو عم تعملي يا ابراهيم؟ انتوا اللي جبتوا الميكروبيوتيك لهون؟ عم بتتاجر صرتيه تجاره ودعاره كلكم؟ ما تصدقوا حدا، كل شيء اورجانيك كذبه، كل المطاعم، كل اللي عم بيبيعوا اكل طبي صحي كذابين منافقين. اتحاور انا وياكم، طلعوا معي. واذا كنتوا صادقين بدفع بالملايين اذا مش بالمليارات. خلص انتهينا. يوجعني قلبي بس شوف هالاولاد المريضه. حط حالك مطرح الام يلي عندها 3 اولاد معهم سرطان. هي منا امه، البي منه بي. بس انتوا لا تكذبوا وتقولوا عم نبيع اكل طبيعي. انا عم جيب لابني حليب بايو عمره 3 سنين، بتجيب له حليب بايو 62 حبة دواء بالاسبوع. منيح بعده بيمشي، بصير يلبط ويضبيك وبيع. وهي شو؟ طبيبة اطفال وثلاثة مرضى. وجوزها جراحة قلب وجراحة دماغ، وبيروح بيحضروا مؤتمرات برا. أكثر سواقين سيارات التاكسي بإيطاليا شوفيري التاكسي أطباء. بس العرب ما بيقروا. كلمة اقرأ نزلت على الأمة العربية، ما حدا بيقرأ. نقرأ هيك كتب وهيك مجلات. يا عار العالم وين وصلنا؟ بشخير الموت. باتوكس فاتوكس باتوكس. هلا عم بيحطوا أدوية ابو فعور، حش فعره. هاي الادويه موجوده عندك بالفرماشيات. بتاخدي دواء بدل ما تعمل عمليه باتوكس فاتوكس ماتوكس، هاي الحبه للخد، هاي الحبه لهون، هاي الحبه لهون. ما بصدق اللي عم شوفه. طلعت انا ودوريس مرته لخليل ابو الشويري، قالت لي بنروح على مطعم. هي بدي اتصور انا وياك، سبيتهم كلهم وبالمول يعني، وانا جاي من امريكا بدي اصور انا وياكي. قعدنا بمطعم، بس انه قلت له سلطه ومدري شو هيك شغلتين، وسكر هالموسيقى. قال ما بقدر. قلت له طفي الاي سي وطفي الموسيقى، كله تشيبينج. قال له ما فينا لا يطفوها. ولقيت هالناس مش معقول، شو عم بتعملوا ليش؟ شو عم بيعملوا هيك؟ شو عم بيعملوا هيك؟ برا قال بيدخنوا. وهالمره حاطه حمرة هون وحاطه حمرة هون. شو هالبلد؟ ما في شيء طبيعي. ما كان عندنا خادمه بالبيت، كل بيت هلا في خادمه للكلاب. فهمكن كفايه، الكلب بنام معها، كلب ممنوع يفوت على البيت. مش خادمه للاولاد الا بتامني جوهراتك على الخادمه. قالت له لا بامن لها بس عليك، وجوهرات اغلى من ابنها. بيشبهوا بعضهم هالرجال وهالنسوان. هلا هالادويه رح اقول لك اياها لحيهان. بيقوم الابن بيقول لهم انا رح اجي اشوفكم متعوق شوي، بس هالدواء ما تاخذوه. بس عم بقول لكم، عم بترجع الانسان بيرجع لورا، العمر لورا بهيدي الدواء. جربوا حطوه بالزريعه وشوفوا كيف الزريعه عم بتموت. واذا بدكم تجربوا شوف حبه وحده حطها على لسانك وشوف كيف بيضب. بيجي على البيت، طلع بامه بيقول لها انت هيك اخذتي حبه وحده؟ قالت له ايه. وعرفت؟ قال لها وينو بيي؟ قالت له على ظهري. يعني عملها نكته، بس بيو مات. جرب يبلع يبلع يبلع. هيدي باتوكس لهون، هيدي باتوكس لهون، هيدي باتوكس لهون، هيدي لهون، هيدي لهون. هالأدوية عم تنباع بالصيدليات عنا، بتهز اللية بترجع بتفتح الصيدلية. بشكرها هالصيدلية اللي بالعراق حطت صليب قتلوها، قالت له أنا مسلمة ومسيحية، وهذا علم الصليب، هذا علم الميزان رفعه بالإنسان. وهي قالت لهم ما ببيع أدوية إلا ما قال لهم شو بتضر. ما في رغيف خبز بلبنان، بتحديكم. كل الخميرة فيها MSG مونو صوديوم جلوتامين، بغيروا الأسامي.
ما في طحين، ما في قمح. في واحد بيجيب قمح من استراليا، شو الحل؟ كيلو درا. ما زال في انا عم لاقي شيء اكل، انتو كمان بلشوا غيروا النوايا. ساعتها بتاكلوا، شيلوا المواد الحيوانيه كلها، الاسماك، الالبان، الاجبان كلها. فيكن تعملوا البان واجبان من الرز. خلاص الصحه صحوه، بروكتب صوموا تصحوا، تقعدوا تقروا يا جماعه. بس يا جماعه عم بقول، مش يا انسان، انتبهوا. كتاب مخايل نعيمة خلوه بالبيت كلكم، صار فيكم تشتروه بأي مكتبة، أي صفحة، كيف ما فتحت، كيف ما قريت، حطها وتقعد تقرأ. طريق الخلاص من الألم، الرفاق يؤيدون، يودون أن يعرفوا ما إذا كان مرداد هو التاسع المنتظر. ميكسترا حط كلمات أرامية ما فهموها رجال الدين، سمحوا بهالكتاب يفوت من 3 سنين. من أهم كتب، إذا مش أهم كتاب بهالكرة الأرضية، مرداد. أنت مرداد، أنت ألوهية، مش بس المسيح. لا يعرفنا إلا الله يا علي، سيأتي زمان إجا. لذلك اهتموا لأنفاسكم، بماذا تشحنونها؟ Every breath is a path. خلق الخالق طرق بعدد ما خلق من خلق. ولنظراتكم ماذا تحملونها من سمائهم تعرفونه. في ناس بيقولوا لي مريم عيونك ما بترف، ما شفتوا إلا هاي بمريم عيونها ما بيرفوا. كنا نحن وصغار نلعبها، شفت كلب أسود بيقول لي إيه، خفت منه؟ لا. ليه؟ لأن عندك ضعف بالكلى، كل شيء 2 أضعاف، 2 2 2، يمين يسار، لأنه حديثك عم بيطلع من الفكر الكافر الماكر الماهر. خلي يكون فيض من الحوض الإلهي، مش من حيض غايد. إن لم تعودوا كالأطفال، قال المسيح، مش تكونوا. ولأبوابكم في وجه أي الأحلام توصدونها، ولأيها تفتحونها. أما إذا شئتم أن تحيوا بغيرهم ولا ألم، فمرداد يدلكم على الطريق. مرداد اسم من أسماء الله، حكيها المسيح. مر وداد، وداد ودود، هاللغة الأرامية. بيتاجورس وقت اللي قال لهم أنا وحدي اللي بعرف المسيح، قالوا له ايه بس المسيح خطر. مرة اجى المسيح على بدي انزل على الارض، وين بروح؟ عند الكاثوليك اكتر شي، هو بحبوا امي. وقف برا هيك، في تيتا ومع اولاد صغار، قال له تيتا تيتا هيدا المسيح، عاد لسكوت ميت من 2000 سنة، امشي. هالجيل وهالجيل طلعوا شباب، قال لهم انا المسيح. في كتير مثلك هبيين، لا هالجيل ولا هالجيل ولا هالجيل. اجى لابونا قال له بس شفتك عرفتك، هلا في كرسي التعذيب، روج هروب، اذا لقطوك بحطوه على كرسي التعذيب. ما بدهم الحقيقه، الفطره خطره. عملنا من المسيح كم حرب صليبيه، حطوا لوكريس بورجيا. كلنا بشر وكلنا ضحيه الجهل. هلا البترك عندنا ما حدا مثله، بشكرك يا حبيبي. قال لهم انا غلط وما انا الا بشر. انبسطوا الرهبان، بس ما بدي كلام بكلام، لا يتعدى اللسان والأذان. بكي أبو بكر لما قال له الحبيب رح تقول لا إله إلا الله من لسانك، أحمر من هاللسان ما رح تلاقوه. أتحديكم في أكل ما فيني أكله بقى أبدا. وهيدي طبيعتنا هيك، بس اكل شيء بقول لها حطيتي هيك، وشو عرفك؟ قلت لها نقطة الضعف عندي بينت، ضربتني. هي الميزان، انت منك لسان، انت انسان، هالمضغة واللي اقوى القلب.
ما في ساعة سرطان بالقلب، بس هلا عم بيطلع سرطان بكعب اللسان. كيلاني حط ايده هيك وشيله، قالوا له شيلوه عن اليوتيوب وشيلوه من مكان، انت خطر مريم شوي مهذبه. لا ماني مهذبه، هو افهم مني واقوى. فتحوا الكتاب بين ايديكم، ما فيكم تشيلوا مرداد كلمه انا ونحن هي ذاتها. نعم، واعملوا كما لو كان كل عمل من اعمالكم سيرتد بنتيجته اليكم، وانه في الواقع لكذلك. وتمنوا كما لو كنتم الأمنية التي تتمنون، وإنكم في الواقع لكذلك. وحيوا كما لو كان ربكم في حاجة إلى حياتكم ليحيى هو حياته، وإنه في الواقع لكذلك. دخيلكم هالكتاب على صدري، أنا الأرمنية عم بقدر بفهم شيء أنتوا أفهم. خلص في كتاب هلأ، وأنت كتاب الله، لا تكتب القرآن يا عثمان ليقرأ كل منكم. اعملوا حضرة محمدية. ما فيني إلكن أنا من كم يوم شو شفت، ما بقدر صدق. قمت صرت فكر أنا وين وشو اليوم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، هي كلمة بحبها هيك الصبح، الحمد لله الحمد لله. رجعت هيك كبست وقعدت على الإنترنت كمبيوتر مدش بيقولوا له إيه أنا شو اليوم. ورجعت بلشت إيه أنا هون بالبيت. الفكر كلنا فينا نفوت إسراء ومعراج، كلكم. قال لهم أنا وبالخشوع قطعوا لي إجري. أسرى بعبده، نعم يا سارية الجبل علي يا حبيبة. أنت سنية أو شيعية ومن أي قبيلة؟ قبل برج بابل وين كنا؟ هونيك. فتح حسابي أنا، منا بحاجة بقى إلى أي تلفزيون سكرون كلهم، ولا بحاجة إلى موبايل وآيباد وآيبود أبداً. منتواصل بالنوايا، إنما الأعمال وبالنيات. ما بقدر إلكم شو صار معي. الله عم يستخدمنا، خلقت الخلق ليعرف. ما بعرف ليش إجا هيك دعاء وليش إجا هيك، وتلفنت لي. كلنا عنا هالطاقة وانتو أقوى. أمر إلهي، كون مع الله بس، لا تخاف، انت معه. طلع بالمراية وعمال الميرر جيزينج وشو ما شفت، الله أكبر الله أكبر، ربك فكبر ربك فكبر. بعدين تطلع بالمراية مريم مش موجودة. مشان هيك أول الأذان ارتفع الظهر، أرحنا يا بلال يا حبيبي، انت ما بقى في خيال، حي ما حي. بدعاء الطائف، وشو بيحكي عن دعاء الطائف؟ ما حدا بيحكيها مثله. كل انسان الوهيتك في كون، وفينا انطوى العالم الاكبر. ما تضيعها، ما عرفت عيش اعرف موت، موت الموت، ما في موت. بس ما تقولوها من لسان للاذان، ما بدي هنا 99.99 هيك. بدي عيشه. حتى كتاب ما بدك، لا تكتب القرآن يا عثمان ليقرأ كل منكم قرآنه. هيدا كتاب سيدنا إبراهيم، هاي بتغيب، هاي بتروح، هاي بتموت، أنا هيك ورقة بمهب الريح. مين هو اللي شو، مين هاللي جايبني؟ منين أنا جيت؟ شو بدي ضحي بابني بها؟ تسعين يوم ما شافوا النار ببيته. لا محمد حط ايده عليها، تحولت الى بروتين فيجيتال بالايد، طعمته منها وزادت الشعير. زمن العلم اليوم يا اخوتي، علم ابدان واديان. انت بدك تطلع على الجبل، جبل ما اجى لعن محمد. خبرتكم، بعرف ناس انا من اليهود شو ما بدكم سموه، حاطين صوري حسن نصر الله ببيوته. قلت له طيب انه بفهم انك انت هيك، قالت لي فادر بسموه، يعني ابونا. قلت
بحبوه، وأنا وجوزي بنحبه، وكل هاي القبيلة اللي شايفتيها جايين نتعرف عليك بنحبه. قلت لها ليه؟ قالت لي اعتذر. بال2006 اعتذر، عرف إنه غلط. قلت لها هيك؟ قالت لي في كثير منا يهود رجعوا على اليمن، وهلا رح يرجعوا على لبنان، وليلتها لموا من بعضهم 40 مليون دولار تيرجعوا على تل الزعتر. قلت لها كيف؟ قالت لي طابق 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 ارميد، طابق 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 ارميد. انا كنت جيب اغراض من عند السبتيين، كان عندهم احلى اكل طبيعي يعني، وهيك كانوا معنا بوادي ابو جميل. نرجع نتصالح، مش المصلحة تصالحنا، كلنا عيال الله، كلنا إبراهيميين وحنفيين، كلنا عيال هالكرة الأرضية وهالوجود. لا تفتش على المفقود، بيروح الموجود. هاللحظة، now or never.